دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة إلى العودة أولا إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 كخطوة لحل الخلافات بين الجانبين. يأتي ذلك بعد إعلان طهران أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تجري في أسرع من الخطة الزمنية المقررة. مستمرون في طريقنا وإن عدتم عدنا، رسالة إيرانية أخرى بمعاني مزدوجة إلى الغرب وتحديداً الولايات المتحدة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد جواد قاليباف يعلن أكثر من خطوة في طريق التنصل من التزامات الاتفاق النووي، إعلان بالانتهاء من تخصيب 17 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة 20% خلال شهر. الكمية المخصبة تزيد عن المقرر وفقاً للجدول الزمني حسب قول قاليباف. عملية التخصيب تمت في منشأة فوردو تطبيقاً لقانون أصدره البرلمان سابقاً برفع نسب التخصيب. ومع الكميات المخصبة من اليورانيوم، أعلن المسؤول الإيراني أن عمليات تركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2M تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتم نصب بعضها وأخرى جاهزة للنصب. التخصيب وزيادة أجهزة الطرد ليس هدفاً إيرانياً في حد ذاته، كما يكشف عنه الوجه الآخر للتصريحات. قاليباف قال إنه متى أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها فإن إيران ستعود بدورها للاتفاق النووي، وتطالب طهران برفع العقوبات خاصة الحظر على تصدير النفط والتجارة والنظام المصرفي. وتخلت إيران على مراحل عن التزاماتها في الاتفاق النووي وصولا إلى إسقاطها جميعا. وقبل هذه الخطوات في المجال النووي، أجرت إيران سلسلة مناورات عسكرية مكثفة خلال الأسابيع الماضية، فيما يبدو أنها محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة، غير أن رد واشنطن الأولي لم يأتي بما تشتهي سفن إيران. فمن ناحية أرسلت الولايات المتحدة قاذفات ثقيلة بعيدة المدى من طراز B-52 إلى الخليج كنوع من الردع لطهران، ومن ناحية أخرى طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن طهران بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي كشرط لعودة الولايات المتحدة إليه. وينضم إلينا من طهران الكاتب الصحفي علي منتظري. أستاذ علي، كيف يمكن اليوم النظر إلى هذا الموقف ربما المزدوج، الذهاب من جديد إلى الاتفاق النووي وعدم الالتزام بهذا الاتفاق عبر رفع نسبة التخصيب وأيضا التخصيب بنسبة بسرعة قياسية؟ نعم، كما تعرفون أمريكا خرجت عن الاتفاق النووي، ودول الاتحاد الأوروبي لم تنفذ التزاماتها في الاتفاق، خاصة في البنود الاقتصادية التي تعطي لإيران ثمرات اقتصادية من الاتفاق، وخاصة أن إيران وقعت على الاتفاق من أجل هذه البنود. الحكومة الإيرانية اتخذت خطوات كرد الفعل على هذه التطورات خلال عامين الأخيرين، إلا أن البرلمان الإيراني الحالي الذي يسيطر عليه التيار الأصولي والمحافظون رفض موقف الحكومة المعتدل أمام أمريكا والاتحاد الأوروبي، فذهب باتجاه تصعيد مقابل التصعيد، فصوت البرلمان على قانون تحت عنوان إجراءات استراتيجية من أجل إلقاء العقوبات، وألزم الرئيس روحاني وحكومته بتنفيذ القانون من دون أي تراجع. على هذا الأساس نحن اليوم نشاهد هذا السيناريو، وأن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تقوم بإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة 20% في موقف فوردو، لأن القانون يصر ويقول يتعين على المنظمة أن تزيد إنتاج اليورانيوم المخصب خلال فترة. سأعود معك أستاذ منتظري تحديدا كيف يمكن أن تقرأ الإدارة الأمريكية، ولكن في الوقت الذي أعربت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمسكها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بشرط إلزام طهران، إلا أنها أكدت أنها ستنسق هذه الخطوات مع حلفائها في المنطقة. الطمأنات الأمريكية هذه لا تلغي التباين في وجهات نظر بين واشنطن وشركائها في التعامل مع هذه القضية. لم تتردد إدارة الرئيس بايدن في التأكيد على أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل الخيارات لوضع حد لنشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة. تقييمي هو أن الاتفاق النووي الدولي مع إيران نجح في منعها من تطوير برنامجها النووي بعد فرض آلية تفتيش قاسية عليها. التحدي الذي نواجهه الآن هو أننا انسحبنا من الاتفاق وصارت طهران ونشاطها خارج السيطرة.
ويشترط الموقف الأمريكي في إعادة إحياء الاتفاق النووي على حلفاء واشنطن في المنطقة تنسيق الخطوات معها بشأن أي عمل عسكري ضد طهران، وبحسب مصادر في البنتاغون فأن ذلك سيقيد نشاط إسرائيل مستقبلا في توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف تابعة لمجموعات مدعومة من إيران. الإسرائيليون ملتزمون بمعارضة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وهناك قناعة لديهم بأن برنامج طهران هو تهديد وجودي لإسرائيل. هم سيرفضون بشدة السياسة الأمريكية بهذا الشأن. وعلى رغم التباعد المرتقب في النظرة إلى العلاقة مع إيران، لا تستبعد مصادر رسمية في إدارة الرئيس جو بايدن أن يتأقلم حلفاء واشنطن مع السياسة الأمريكية الجديدة وخصوصا إسرائيل. الطريقة الأفضل للمضي قدما هو أن لا تكون هناك سياسة مفاجآت بين واشنطن وحلفائها في إسرائيل والخليج، وإدارة بايدن لا ترغب في مواجهتهم. الوقت سيكشف الكثير من الأمور. يستعد الجميع في المنطقة للتعامل مع السياسة الأمريكية الجديدة تجاه طهران، منهم من سيقتنع بها ومنهم قد يتعامل معها على أساس شراء الوقت انتظارا لموعد الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات كما يقول مراقبون. تدرك إدارة بايدن حجم التحديات التي يمكن أن تعرقل إعادة إحياء الاتفاق مع طهران، إلا أن ذلك لن يمنعها من فتح صفحة جديدة في العلاقة معها تساهم على الأقل في خفض منسوب التوتر في المنطقة. جو ثابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن. أعود إلى طهران مع ضيفنا الكاتب الصحفي علي منتظري. أستاذ علي، تحدثت عن التيارين، عن التيار المتشدد اليوم، إلى أين يمكن أن يذهب ظريف وروحاني في هذه الاستعادة أو التقاط الأنفاس بانتظار إلى ما ستذهب إليه الإدارة الأمريكية وإعلان وزير الخارجية بلينكين بأهمية العودة للاتفاق، ولكن بالتنسيق أيضا مع الحلفاء؟ نعم، في هذا المجال بالنسبة لإيران، إيران اتخذت موقفها بشكل قاطع في خلال خاصة الشهرين الأخيرين، وحسب المواقف الرسمية الإيرانية إذا جدد الأمريكيون والأوروبيون التزامهم بالاتفاق النووي سوف تعلن إيران التزامها بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي. إيران لا تهتم بموضوع التيارات المتشددة أو المعتدلة في أمريكا، ولا تهتم بأن من سيدير البيت الأبيض. إيران في الوقت الراهن تريد تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. ففي هذا المجال، لكن الشروط القاسية التي قد تقدمها إدارة بايدن أستاذ منتظري. نعم، شروط قاسية جدا من قبل إدارة بايدن. ومن الواضح إيران أن طهران لن تقبل بالنصف التزام، أي العودة إلى الاتفاق واستمرار العقوبات المفروضة عليها، وخاصة في المجالات التجارية. ولن تقبل إيران موقف وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الذي يطالب إيران بتنفيذها التزاماتها في الاتفاق قبل عودة أمريكا وقبل إلقاء العقوبات. في هذه الحالة لن يكون أمام حكومة روحاني إلا التزام بباقي القرارات في قانون البرلمان. ستوقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وسوف تقفز تعاونها مع مفتشي البكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر شباط المقبل. وإذا تم الوصول إلى مرحلة قفز التعاون ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي خلال أسابيع، يمكن القول أن الاتفاق النووي انتهى رسمياً. عندها يمكننا ويصح القول أن الاتفاق النووي أصبح جزءاً من الماضي ولم يبقى مطلوباً سوى تحديد موعد دفنه. أشكرك الكاتب الصحفي علي منتظري، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران.